بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى كتاب يلي ريكومبروند et nous continuons avec le stylo de Rémi. Nous commençons tout d'abord par le vocabulaire. On a un certain nombre de formules. Par exemple, on a avoir envie. Et donc, طبعا عندما نتكلم عن avoir envie, إذا نتكلم عن عنده رغبة. Avoir envie, إذا المقصود به عنده رغبة. طبعا كلمة envie ممكن أن تعني رغبة، ممكن أن تعني الحسد في معنى آخر. إذن هنا عندنا avoir envie. عندما نتكلم عن avoir envie، طبعا هنا لغة avoir ممكن أن يصرف، ممكن أن يصرف، ممكن أنني أقول j'ai envie، أنا عندي رغبة. tu as envie، أنت عندك رغبة. إذن حتى تبقى كل هذه المعاني on laisse le verbe avoir à l'infinitif. إذن نترك le verbe avoir à l'infinitif. On dit par exemple Rémi voudrait avoir un stylo. Alors, il a envie d'avoir un stylo. Rémi, أنه كان يريد أن تكون عنده أن يكون عنده قلم. إذا المقصود هنا il a envie d'avoir un stylo. إذا هو عنده رغبة لقلم. Émerveillé. إذا نتكلم عن مندهش. On a déjà vu que le verbe émerveillé أنه يعني أدهش. إذا نتكلم عن le verbe émerveillé أنه يكون بهذا الشكل. هنا عندنا طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل إيميرفي بهذا الشكل، أننا ننهي هذا الفعل بأو أكسون إيغي. إذا لو ستيلو دو غيمي، إذا قلم غيمي لوغ باغ إيميرفي أنه بدا لهم. طبعا هنا عندنا لو فيرب باغيتر كما تلاحظوا أنه مصرف في لو بريزون. إذا المقصود به بدا أو ظهر. لو ستيلو دو غيمي لوغ باغ، إذا قلم غيمي أنه كان يبدو لهم ميرفي مدهشا تخي بو، كما نقول أنه جميل جدا. طبعا كلمة بو نستعمل للمذكر، بال للمؤنث. تخي بو كما نقول أنه جميل جدا. Ils sont émerveillés. إذن هم مندهشون. لو فيرب إيميرفي طبعا اللي في العادة أنه تتصرف مع أفواغ، إذن هنا غنصرفو مع إيتر. علاش؟ لأننا تنتكلمو على هاد إيل اللي هم، هم أنهم هم اللي مندهشون. عندما نتحدث عادة عن لو فيرب إيميرفي فعادة نتحدث عن فعل أدهش. لو فيرب إيميرفي كما تنشوفوا بأن فعل أدهش، إذا نتكلم عن شخص أنه، إذا نتكلم عن شخص أنه يدهش آخرين، نتكلم عن شيء أنه يدهش أشخاصا مثلا، إذا هنا الفعل غيتصرف مع أفواغ. ثم عندنا لو مالوغ، إذا نتكلم عن سوء الحظ. إذا طاغي بأمالوغ أبول، إذا أنه حادثة، حدث سوء حظ أبول لي بول. شنو وقع له؟ باغ إكزومبل، إذا كمثال أن أكسيدون غاف، حصل له مثلا، حصلت له حادثة خطيرة. مثلا لا موغ دو سون بيغ، إذا أنه مات له أباه. ثم عندنا أن فول، حصلت له سرقة. إي لوي إي تاغيفي أن فول، إذا حصل له مثلا سرقة. إذا بوغ إيمي لو مالوغ اي موان غاف. اذا قارنا غيمي مثلا مع بول الذي توفي اباه او حدثت له حادثه، اذا فغيمي الذي اصابه الحبر فاتسخت يداه واتسخ قميصه، ثم انه جعل الطاوله متسخه، فكل هذا مهما كان الحال فهو اقل من بول الذي مات اباه او اصابته حادثه. اذا عندنا هنا بوغيمي بالنسبه لغيمي لو مالور اي موان غاف، لو مالور اي موان غاف، إذن هنا سوء الحظ عنده أنه أقل خطورة. ثم عندنا مالوغ، مالوغ سيء الحظ. إلي تاغيفي أن مالوغ أ غيمي، حصل سوء حظ لغيمي، غيمي إي مالوغ، إذن غيمي أنه سيء الحظ. إل أدو لابان، إذن هو عنده حزن. إل أدو لابان، إذن هو عنده حزن، هو عنده ضيق إلى غير ذلك. إلي تخيست، إذن هو حزين. إل نيبا أوغو، هو ليس فرحا. Il n'est pas heureux. إذن هو ليس فرحا. Le lendemain. إذن نتكلم عن le jour suivant. إذن نتكلم عن اليوم التالي. إذن نتكلم عن اليوم التالي. إذن المقصود الغد. Le lendemain يعني الغد. Le jour suivant. Ensuite, on essaie des phrases. إذن كما عندنا هنا بعض الجمل. Un stylo qui ne marche plus. إذن نتكلم عن قلم أنه لم يعد يسير. المقصود هنا بأنه لم يعد يعمل. بنفس الطريقة de la même chose on peut dire papa a une montre qui ne marche plus. إذن أبي عنده ساعة qui ne marche plus
التي لم تعد تعمل. Et de la même façon, on peut dire aussi mon train est cassé. إذا قطاري أنه كسر. طفل صغير يتحدث يقول mon train est cassé. إذا قطاري أنه كسر. Il ne marche plus. Il ne marche plus. أنه لم يعد يسير. J'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire. نعود إلى هذه الكلمة envie. إذا المقصود أنا عندي رغبة في الكتابة. De la même façon, on peut dire j'ai envie de lire. أنا عندي رغبة في القراءة. Ou bien j'ai envie d'aller jouer. J'ai envie d'aller jouer. أنا عندي رغبة للذهاب للعب. J'ai envie d'aller jouer. أنا عندي رغبة للذهاب للعب. J'ai envie de manger une orange. J'ai envie de manger une orange. أنا عندي رغبة في أكل ليمونة. ثم عندنا هذه العبارة. Il arrive le premier. Il arrive le premier. إذا هو يصل الأول. On peut dire, par exemple, il arrive le deuxième. Ou bien le second. في المؤنث نقول elle arrive la seconde. إذا هي تصل الثانية. Il arrive le troisième. إذا هو يصل الثالث. Ou bien il arrive le dernier. Il arrive le dernier. إذا هو يصل الأخير. طبعا في المؤنث نقول elle arrive هي تصل la dernière. Elle arrive la dernière. هي تصل الأخيرة. Et enfin, on a cette formule-là. Tu as fait du joli travail. أنت فعلت عملا جيدا. المقصود أن العمل الذي قام به غيمي ليس بجيد. طبعا في الحقيقة هذه الجملة تعني عكس ما تتضمنه. المقصود بأن غيمي هنا لم يقم بعمل جيد. إذا واضح للعيان بأنه لم يقم بعمل جيد. المعلم يقول لغيمي Tu as fait du joli travail. أنت فعلت عملا جميلا. Le maître n'est pas content. إذا طبعا لأن المعلم لم يكن فرحا. Eh bien, tu as un joli tablier. إذا ممكن أنه يقول للتلميذ Eh bien, جيد. Tu as un joli tablier. أنت عندك وزرة جميلة. أكيد بأنه رأى تلميذا يلبس مثلا وزرة متسخة أو مقطعة. إذا يقول له Eh bien, tu as un joli tablier. آه جيد أنت عندك وزرة جميلة. ثم يضيف المعلم فيقول مثلا دو لونكر بارتو المداد أو الحبر في كل مكان. إذا هذه الوزرة أنها تتضمن حبرا في كل مكان. سي دي بو ترافاي هذا من العمل الجيد. هذا من العمل الجيد. ثم طبعا عندنا هناك بعض الأسئلة التي يمكن أن نجيب عنها. انتليجونس دي تكست. انتليجونس دي تكست كما نتكلم هنا عن ذكاء النص et contrôle de la lecture silencieuse. ثم هناك مراقبة للقراءة الصامتة. غيمي a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? إذا ماذا وجد؟ Bien sûr qu'il a trouvé un stylo qui va remplir donc. إذا هو وجد قلما الذي سيملأه بالمداد. Est-ce que le stylo marche bien? هل القلم كان يسير جيدا؟ المقصود هل القلم كان يعمل؟ Le stylo qu'on a déjà vu ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus ou bien ne marche plus. المقصود أنه لم يكن يعمل. ثم raconte-moi ce qu'a fait Rémi. إذن احكي لي. طبعا هنا عندنا الـ verb raconter. Raconte-moi تصرف الأمر. تطلب من شي شخص تتعطيه الأمر تقول له raconte. Raconte-moi. احكي لي ce qu'a fait Rémi. احكي لي الذي فعل Rémi. إذن ممكن أنك تقوم بخلاصة لما رأيناه مثلا. Pourquoi Rémi croit-il qu'il travaillera mieux demain? إذا لماذا غيمي croit-il كان يعتقد هو qu'il travaillera mieux demain بأنه سيعمل جيدا غدا. Parce que Rémi dispose d'un joli stylo. لأن غيمي يتوفر على قلم جميل. Rémi est-il arrivé le premier ou le dernier à l'école? Rémi est-il arrivé le premier ou le dernier à l'école? Rémi هل هو وصل الأول أو الأخير إلى المدرسة؟ Pourquoi? لماذا؟ كما نعرفون déjà vu, Rémi est arrivé le premier à l'école. Pourquoi? Pour montrer son stylo à tous ses camarades. Parce qu'il veut montrer son stylo à tous ses camarades. إذن هو كان يريد أن يظهر قلمه لكل أصدقائه أو رفقائه. Aussi parce qu'il a envie d'écrire avec ce stylo et pour avoir 10. إذن هو كان أيضا يريد أن يكتب بهذا القلم حتى تكون عنده 10. كوفيتيل دون لا كور. ماذا فعل هو في الساحة؟ كوفيتيل دون لا كور. ماذا فعل هو في الساحة؟ كونتيل على كور.
il montre son stylo à tous ses camarades. Il montre son stylo à ses camarades. Il montre son stylo à ses camarades. إذن عندما كان في الساحة هو أظهر قلمه لأصدقائه. Que lui disent ses camarades? Que lui disent ses camarades? ماذا قال له أصدقائه? On a déjà vu que ses camarades lui disent comme tu as de la chance, Rémi. كم أنت عندك من الحظ يا ريمي. Raconte ce qu'ont fait les enfants en entrant en classe. إذن احكي ماذا فعل الأطفال. Raconte ce qu'ont fait les enfants en entrant en classe. إذن احكي ماذا فعل الأطفال عندما دخلوا إلى القسم. ثم عندنا هذه المجموعة من الأسئلة طبعا. ثم عندنا هنا لورتوغراف. إذن طبعا هذا ممكن أننا نجدها في مجموعة من الكلمات، مثلا لو بيرو دو سون بابا. إذا نتكلم عن مكتب أبيه. إل مونتخ سون ستيلو. إذا طبعا كلمة مونتخ هذا الفعل أنه يتضمن هاد أون. إل مونتخ سون ستيلو. ثم كلمة سون أنها تتضمن أون. إل مونتخ سون ستيلو. ثم عندنا أن بالون. إذا نتكلم عن بالون أو نتكلم عن كرة. ثم عندنا أن باطون. إذا نتكلم عن عصا أن باطون. طبعا هاد أ عندها واحد أكسون سيركونفليكس. كلمة باطون تتضمن هاد أ أفيك أكسون سيركونفليكس. ثم عندنا أرون. إذا نتكلم عن دائرة. ثم عندنا إل جو أو بالون. إذا هم يلعبون بالبالون. إل مونج أن بونبون. هو يأكل حلوى. ثم عندنا نوزافون. Ils ont. طبعا هنا عندنا لو فيرب افوار. لو فيرب افوار الى كان جنب بعد منه اسم طبعا غيفيد هنا الملكيه، كما عندنا هنا ايضا ils ont هم عندهم، ولكن اذا كان بعده اسم نقول مثلا ils ont des plumes هم عندهم ريشات، ولكن اذا كان بعده فعل في هذه الحاله غيكون هذا مساعد، والفعل اللي غيجي من بعد منه طبعا غنتكلموا على لو بارتيسيباسي اللي غيجي من بعد منه، غيكون هذاك لو بارتيسيباسي ديال الفعل اللي مصرف لو باسي كومبوزي، لان هاد افوار اللي عندنا هنا راه مصرف في لو بريزون. هاد الصيغه تنوجدوها فقط في البريزون ديال افوار، ما غنلقاوهاش لشي فعل اخر في زمن اخر. ثم عندنا لي تيرمينيزون اون اي اون. اذا عندنا هاد النهايات لي تيرمينيزون اون اي اون، كما تلاحظوا هنا عندنا هاد اون ثم عندنا هاد اون. اذا هاد النهايات هاد الاحرف اللي كتجي في اخر الفعل عندما نصرفه في زمن ما طبعا هذه تسمى ديتيرمينيزون. ريغل 11 عندنا هاد لي ريغل، عندنا هاد القواعد كما نقول. اذا عندنا الصون اي الصون، عندنا الصون اي الصون. طبعا هاد الصون كما راينا قبل قليل نتكلم عن سون بابا. سون بابا لو بيرو دو سون بابا. اذا طبعا هاد الصون ديال الملكيه، هاد الاب يعود لهاد الشخص مثلا. لو بيرو دو سون بابا، إذا نتكلم هنا عن مكتب أبيه. إذا هذيك الصون ديال الملكية، نقول مثلا سي سون ستيلو. سي سون ستيلو إنه قلمه. أو بيه سي سان ميغ، في حالة المؤنث نقول سان ميغ، نقول سا. صون للمذكر. إذا طبعا هنا عندنا هاد الصون ديال الملكية، ثم عندنا هاد الصون ديال إتخ. هاد الصون ديال إتخ. أفوغ نقول أون، ولكن في إتخ نقول صون. إل صون. Ils sont partis. يعني هم انطلقوا. لو فيرب بارتيغ مصرف لو باسي كومبوزي، ولكن كما تنعرفوا بان لو فيرب بارتيغ تيتصرف مع اتر لانه تيتعلق بالاشخاص. ثم عندنا انفينيتيف ابري بور، تنعرفوا بان جميع الافعال اللي تجي بعد بور انها تتكون الانفينيتيف. طبعا هناك حالات اخرى، الا كانت بعد ا اللي عندها اكسون، والا كانت بعد دو، والا كانت بعد فعل اخر. نقول مثلا il est venu en classe pour nous parler. Pour nous parler. Il est venu en classe pour nous parler. إذا هو أتى إلى القسم لكي يحدثنا، لكي يتكلم لنا. إذا pour parler. Pour parler لكي يتحدث. Pour nous parler لكي يتحدث لنا. تلاحظوا بأن لو فيرب parler جاء بعد هاد بور. إذا طبعا غيكون الانفينيتيف. ثم عندنا روني أسالي سون ليفر. روني أسالي سون ليفر. إذا روني أن وسخ كتابه، روني وسخ كتابه. ثم عندنا بيير وميشيل سون سور لا بلاج، كما تلاحظون عندنا سون، عندنا إتر.
اللي شفنا قبل قليل هاد الصون روني اسالي سون ليغ. اذا طبعا لو فيرب سالير هنا تيتصرف مع افواغ. هنا مصرف لو بريزون، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سالير، هنا عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل سالير. روني اسالي سون ليغ روني انا وسخ كتابه. بيير اي ميشيل سون سور لا بلاج، بيير اي ميشيل سون سور لا بلاج. اذا بيير وميشيل هم على الشاطئ. هنا عندنا إلزون، شوفنا إلزون تنتكلموا عليهم هم، هما اللي فوق لابلاج، فوق الساحل، فوق الشاطئ. ولكن هنا إلزون هم عندهم أن بالون، هم عندهم بالون. ثم عندنا بيير إي ميشيل أمبورت أن بالون بور جوي سور لابلاج. بيير إي ميشيل أمبورت أن بالون بور جوي سور لابلاج. إذا بيير وميشيل أنهم حملوا أو أنهم جلبوا لو فيرب أمبورتي. Pierre et Michel emportent un ballon pour jouer sur la plage. Iden, Pierre et Michel annam jelebo ballonan pour jouer. Iden lahadana pour jouer. Adna pour ou ba'daha kin jouer. Iden taban had fiel maghit sarrafsh. Liannahu jaa mubashara ba'dat pour. Moumkin ykoun binatum wahed damir. Bhali shfna qabla qalil. Bhali shfna qabla qalil. Pour nous parler. Walakin ral asl hiya pour parler. Likay yatahaddatha. هذيك نو غير تنضيفوها لمن غيتحدث. ان بالون بور جوي سور لا بلاج. اذا هم جلبوا بالون للاعب او من اجل اللاعب سور لا بلاج، فوق كما نقول على الشاطئ. ثم عندنا روني ايتاسي ا لومبر دان نابر. روني ايتاسي ا لومبر دان نابر. اذا روني انه جالس. هنا عندنا لو فيرب اسواغ روني ايتاسي. اذا روني انه جالس. لاحظنا شكون اللي جالس؟ روني. اذا طبعا غنصرفو لو فيرب اسواغ مع اتر. روني ايتاسي ا لومبر. روني انه جالس في ظل. ظل ماذا؟ دان ارب. ظل شجره. لومبر يعني الظل. نو زافون دي باطون. نو زافون دي باطون. نحن عندنا دي باطون. عندنا عصي. نحن عندنا عصي. اي اون فا اون لا كونجيغيزون. اون ايسي لا كونجيغيزون دي فيرب اونتخي او بريزون. عندنا هنا تصريف فعل دخل ولكن في الحاضر. اذا ماذا نقول؟ نقول جونتر اون كلاس. مثلا جونتر اون كلاس، انا ادخل الى القسم. تي اونتر اون كلاس. ايل اونتر اون كلاس. ايل اونتر اون كلاس. اذا هي تدخل الى القسم. ثم عندنا نو زونترون اون كلاس. وزونتري اون كلاس. ايل زونتر اون كلاس. ايل زونتر اون كلاس. اذا هم يدخلون الى القسم. ايل زونتر اون كلاس. إلزون تخون كلاس. هنا يدخلنا إلى القسم. طبعا كما تلاحظوا بأن هذا زمان بسيط، ومادام أنه زمان بسيط خاصنا نحافظوا هاد لي تيرمينيزون الأخيرة ديالو. بحال دابا في كل فعل فعل تينتهي بأو إغ. بحال لو فيرب أونتخي كما تلاحظوا هنا، لو فيرب أونتخي سيت أن فيرب دي برومي جروب. إذا لو فيرب أونتخي هذا فعل من المجموعة الأولى. تو لي فيرب دي برومي جروب سو تيرمين بار أو إغ. كل أفعال المنتمية للمجموعة الأولى أنها تنتهي بأو إغ. تنتهي بأو إغ. طبعا هاد الأفعال اللي عندها أو إغ على فا اللي تتنتمي للمجموعة الأولى تنحذفو أو إغ. ثم في البريزون مع جو تنضيفو أو، مع تي تنضيفو أو إس. هادو هما لي تيرمينيزون اللي تكلمنا عليهم. مع إيل تنضيفو أو، نفس الشيء مع إل، نفس الشيء مع إل نضيف أو، لكن مع نو نضيف أو إن إس، مع فو نضيف أو زد، مع إيل و إل أفيك إس نضيف أو إن تي، ولكن لا تنطق، نقول هنا إيل أونتخ، إيل أونتخ، لا نقول إيل أونتخون، إيل زونتخ، إلا عملنا لليزون، إيل زونتخ، هم يدخلون، طبعا عندها أو إن تي، هذه داخلة في ليتيرمينيزون. إذا عموما كل الأفعال اللي عندها أو إغ كما قلنا، بحال لو فيرب أونتخي، تنحذفو أو إغ. ثم نضيف هاد لي تيرمينيزون اللي ذكرنا الان، ولكن في البريزون. بريزون عنده هاد لي تيرمينيزون. طبعا نكتفي بهذا القدر، نستأنف فقرة القادمة. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.